الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير الهيئة العربية للتصنيع ومشاركتها في تنفيذ المشروعات التنموية. خلال اجتماعه الأسبوعي، مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بدر وميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة السادس من أكتوبر. بوتين يتهم الرئيس الأوكراني بافتعال مواجهة بحرية مع روسيا لكسب مؤيدين له، وكييف تدين احتجاز موسكو بحارتها وتصفه بأنه مخالف للقانون. السادسة مساء في القاهرة، الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم وإلى تفاصيل. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس بمواصلة جهود تطوير الهيئة وتحديثها تلبية لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، وكذا تبادل الخبرات ذات الصلة بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، وذلك في إطار أهمية الدور الذي تطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة والاشتراك في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات والبشرية والقاعدة التصنيعية. وينضم إلينا عبر الهاتف المزيد من المتابعة الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. دكتور سمير، بعد التحية، بتأكيد دور مهم ذلك الذي تطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بكافة الإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية، كيف تنظرون لهذا الدور لمواجهة التحديات المتعاظمة في مثل هذا التوقيت بالغ الخصوصية؟ تحياتي لحضرتك. لا شك ان الهيئه العربيه للتصنيع من اكبر واعرق الصروح الصناعيه في مصر. نعم. كهيئه وطنيه بتقدم خدمات تصنيعيه وقيمه مضافه للسوق المصري والاسواق الخارجيه سواء كان في القطاع المدني او القطاع العسكري. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهميه كبيره الحقيقه، اولا في تعظيم دور المؤسسات الوطنية ودعمها وانفتاح المؤسسات الوطنية على نظيراتها سواء عربيا أو إقليميا أو عالميا بما يحقق القيمة المضافة سواء من الخبرات المتوفرة لدى مصر أو الخبرات المتوفرة لدى دول أخرى. مصر دخلت مرحلة تصنيع مستلزماتها تصنيع محلي سواء كان عسكري أو مدني من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر خلال ايام بتستضيف احد اكبر معارض تكنولوجيا التسليح في العالم، ودي نقله نوعيه كبيره الحقيقه في مصر. اعتقد خلال هذا المعرض سيكون في من اكثر الاشياء البارزه هو انتاج سواء الهيئه العربيه للتصنيع او المصانع الحربيه المصريه سواء كان في مجال السلاح وقطع الغيار او في مجال التكنولوجيا اللي لها علاقه بالتسليح كتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا التحكم. توجيهات الرئيس كانت واضحه الحقيقه ان الهيئه لديها موارد كبيره سواء بشريه، ايدي عامله، خبرات متراكمه، مصانع كبيره، والدوله لا تولي جهد بان تدعم هذه المؤسسه الوطنيه. اعتقد ان الهيئه العربيه للتصنيع في ظل تقارب مصر ايضا مع دول عربيه شقيقه تحمل نفس التوجه على راسها المملكه العربيه السعوديه والامارات فيما يتعلق بقاعده التصنيع العسكري، اعتقد في وقت قريب سيكون هناك يعني كيانات واعده على رأسها الهيئه العربيه للتصنيع. نعم. فيما يتعلق بتصنيع سواء في القطاع المدني او العسكري. وبالتاكيد توافر عوامل تطوير الهيئه وتحديثها يجعلها كفيله بتلبيه متطلبات خطط التنميه المستدامه للدوله المصريه. اشكرك جزيل الشكر. شكرك. دكتور سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للتنميه والدراسات الاستراتيجيه.
وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة، منها الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بمدينة بدر، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في أنشطة الغزول وإنتاج الأقمشة وتصنيع الملابس الجاهزة وتصنيع وتجهيز كافة أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث. كما وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، يسمى الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر، في إطار سعي وزارة النقل لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة لتخفيف حركة نقل البضائع بريا وعن طريق السكك الحديدية. يعقد غدا الخميس بمقر مجلس الوزراء مؤتمر صحفي بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة وعدد من المسؤولين المعنيين للإعلان عن إطلاق وتفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة لعلاج مرضى فيروس سي والأمراض غير السارية. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي كذلك عن حصر نهائي لما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المبادرة. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى مطار الخرطوم الدولي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا غدا الخميس، وكان في استقباله بالمطار نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد. كان رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش قد استقبل وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الصربية بلغراد. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء عكس عمق العلاقات بين البلدين على ضوء ذكرى 110 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، مشددا بالدور الريادي للبلدين في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز. وأضاف حافظ أن وزير الخارجية شدد على أهمية تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، وذلك في إطار ما تم التباحث بشأنه خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونظير الصربي في نيويورك في سبتمبر من عام 2017. من جانبه عبر الرئيس الصربي عن تقديره للعلاقات مع مصر مؤكدا رغبة بلاده في تطوير تلك العلاقات، ناقلا تحياته إلى الرئيس السيسي ومتطلعا لاستقباله في بلغراد في أقرب فرصة. دعا وزير الخارجية سامح شكري الشركات الصربية الكبرى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في القطاعات المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الذي شارك فيه شكري في إطار زيارته الحالية إلى بلغراد، حيث استعرض الخطوات الملموسة التي تقوم بها مصر لتطوير بنية اقتصادها. هذا ومن المقرر أن يتوجه شكري مساء اليوم إلى السودان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المقرر عقده غدا بالخرطوم. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميدانية باستخدام مقلدات الرماية المايلز، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة. تضمنت المرحلة دفع العناصر المدرعة لتطوير الهجوم وتحقيق المهام المخططة بالتعاون مع العناصر الميكانيكية وصد هجوم العدو المضاد وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه.
كما أشاد الفريق محمد فريد بمقاتلي الجيش الثاني وبمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي. نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك السفينة الحربية الإسبانية ريلامباغو وعدد من القطع البحرية المصرية، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. وقالت القوات المسلحة إن التدريب تضمن تنفيذ سيناريو واقعي لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والتدريب على مواجهة التهديدات غير النمطية بالبحر، كما يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة. استكمالا لتنفيذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد 6 أكتوبر، واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما بشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت إلى الإفراج على 341 نزيلا إفراجا شرطيا بإجمالي عدد 578 مفرج عنهم. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بعدد من مديريات الأمن وقطاع الأمن العام بضبط عدد من تجار المخدرات بعد مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بقرية أبو الغيط بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية. وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات أمن القليوبية باتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق. قبل أن تنفذ المداهمة على المنطقة المستهدفة، اجتمعت القوات المشاركة في المأمورية للاستماع إلى التعليمات الأخيرة وكيفية التنسيق فيما بينها. جماعة فندم رجالة جاهزة فندم المأمورية فندم. انطلقت القوات المشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن المركزي من أحد مقرات القطاع في كامل عدتها وعتادها قاطعة الطريق مع نسائم الفجر المتشابك مع خيوط الصباح الأولى لتحقيق المفاجأة للعناصر المستهدفة من تجار المواد المخدرة بمنطقة أبو الغيط التابعة للقناطر الخيرية بالقليوبية. مداهمات وتفتيش مستمر من قبل القوات المصاحب لها قوات من مديريات أمن القليوبية وكذلك عدد من الكلاب البوليسية المدربة على كشف مخابئ المخدرات. تحركات ومداهمات أمنية مدروسة مسبقا للوصول للعناصر الإجرامية المستهدفة نفذتها القوات المشاركة والتي جاءت بناء على معلومات وتحريات مسبقة بوجود عناصر من ذوي السوابق الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على نطاق واسع، متخذين من قرية أبو الغيط مسرحا لمزاولة هذا النشاط الإجرامي. وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوجود عدد من البؤر الإجرامية دائرة مركز القناطر الخيرية تقوم على الاتجار في مخدر الحشيش. تم تأكيد المعلومات وتم معاينة الأماكن والتأكد من صحة المعلومة وتم تقنية الإجراءات وتم التنسيق مع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن المركزي، وقمنا صباح اليوم بمأمورية مكبرة. وتم ضبط صاحب ورشة معادن وعامل بمنطقة الخرص وبحوزتهما 23 تربة لمخدر الحشيش وبندقية آلية وبندقية خرطوش و1,020,000 جنيه وسيارة. هذه المبالغ من حصيلة الاتجار في المخدرات. وبمنطقة الأخمين تم ضبط عاطل وبحوزته 47 تربة لمخدر الحشيش وطبنجة
المخدرات بقصد التجارة، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال هذه المداهمات من مخدر الحشيش 70 تربة. تم ضبط العناصر، تم ضبط السلاح، تم ضبط المواد المخدرة، الحمد لله ربنا أكرمنا ووفقنا، كل القوات سليمة. ويتجلى في هذه المأمورية مدى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية مع الرصد الدقيق للعناصر الإجرامية والمتابعة الميدانية لإنجاحها وضبط الجناة من خلال عناصر مدربة على أعلى مستوى على مثل هذه المأموريات. مشاهد حية لمداهمة أمنية لضبط عناصر إجرامية خطرة هي جزء بسيط من ما يقوم به رجال الشرطة بصفة يومية لضبط الخارجين على القانون، بالرغم من ما يتعرضون له من مخاطر، إلا أنهم يصرون على أداء رسالة الأمن السامية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار. عبدالله بركات للتلفزيون المصري. استقبل النائب العام المستشار نبيل صادق وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة الدكتور سيرجو كولايوكو النائب العام المساعد لعقد اجتماع ثنائي جديد استمرارا للتعاون في تحقيقات قضية وفاة المواطن الإيطالي جوليو ريجيني. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أحدث المستجدات، حيث قام الوفد الإيطالي بعرض نتائج ما توصلت إليه تحقيقاته بشأن أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني. كما عرض الجانب المصري نتائج الفحص الفني الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة، خاصة في الجزئية الخاصة بالمنطقة المعتمة في تلك التسجيلات. وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، مؤكدين عزمهما الاستمرار في تبادل اللقاءات واتخاذ الإجراءات الممكنة كافة وبذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في هذا الصدد في المستقبل القريب. أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإعادة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور إلى الدولة، وحكما بإعادة 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدانا لرجال أعمال آخرين هم علوي محمد تيمور وشريف محمد علي ونيهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم نجله كريم طارق نور. كانت اللجنة العليا لتثمين الأراضي قد قدرت للفدان الواحد مبلغ 50,000 جنيه للأراضي الواقعة عند الكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحراوي الداخل في زمام الأرض محل التداعي، وكان يتعين عليهم الامتثال وسداد مديونية الدولة، لكنهم آثروا أن يضعوا أيديهم على مساحة 271 فدانا بعدما قدموا شيكا بمبلغ 400,000 جنيه فقط، وتم تسويته لأرض يتخطى ثمنها 13 مليون جوني. أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الأمم المتحدة مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ 2030. تهدف الاتفاقية إلى وضع أسس وآليات لخفض معدل استهلاك التبغ، وذلك من خلال تعزيز وتفعيل التشريعات الرادعة للحد من ظاهرة انتشار التدخين وتوفير الدعم الفني لتعزيز مكافحة التبغ. أكثر من 22% من تعداد السكان في مصر يدخنون، كما يتعرض نصف الشباب إلى التدخين السلبي في المنازل والأماكن العامة، ويعد التدخين من العوامل الخطيرة التي تسبب أمراض القلب والسرطان والسبب الرئيسي لحالات الوفيات المبكرة. لذا أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع الأمم المتحدة تفعيل مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ 2030 في مصر للحد من تلك الظاهرة. من أهم المحاور أول شيء التوعية، وتوعية الشباب لمخاطر التدخين على إن كان على المستوى المحلي، وباستعمال كل الإثباتات العلمية. الذي سيستمر في التدخين يجب أن يدفع ضريبة عالية للدولة، لأنه ستؤثر على صحته أو صحتها، وبالتالي ستكلف الدولة مبالغ هائلة للعلاج. تعد اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والمصدق عليها من 180 دولة هي الاتفاقية الوحيدة المعنية بالصحة العامة، وتهدف إلى حماية الأجيال من العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الوخيمة الناتجة من استهلاك التبغ والتعرض له. منظمة الصحة العالمية بتشوف إن احنا لازم نحذر الناس من مدار التدخين. التحذير ده تم وضعه في صورة جمل وفي صورة صور على علب السجائر والمنتجات الأخرى. في نفس الوقت احنا شايفين ان لازم سعر السجائر يكون
غير متاح علشان الشباب، يعني ما يبقاش في ايد اي شاب او طفل حتى زي ما بنشوف في مصر بيقدر انه يشتري السيجارة. اضرار التدخين السلبي بتساوي التدخين الايجابي او يعني بياخد نفس الضرر بتاع المدخن، علشان كده بصفة رئيسية احنا بنحاول ان احنا نمنع التدخين، وطبعا بالمرتبة الاولى داخل المستشفيات، لان دي اماكن الرعاية الصحية الاولى اللي المفروض الشخص بيخش المستشفى عشان ياخد الرعاية الصحية المناسبة. وضع آليات وتشريعات مفعلة للحد من ظاهرة التدخين أحد الأهداف المرجوة التي تسعى إليها استراتيجية الدولة لمكافحة التبغ، بما سيسهم بشكل كبير في تهيئة الأجواء المناخية لبيئة خالية من التدخين. محمد حلمي، النيل. اتهم رئيس روسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني بيترو بورتشانكو اليوم بافتعال مواجهة بحرية مع روسيا في البحر الأسود مطلع الأسبوع بهدف زيادة شعبيته قبل انتخابات مقررة العام المقبل. من جانبها أدانت أوكرانيا احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية وأرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية ضد مواصلة روسيا تحركاتها المخالفة للقانون. مع تصاعد التوتر بين موسكو وكييف، أعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن قلقه من تضاعف عدد الدبابات الروسية في القواعد الموجودة على طول حدود بلاده مع روسيا، وتساءل لماذا تم نقلهم إلى هناك وقد زاد عدد الوحدات والتي أعيد نشرها على طول الحدود بشكل كبير. وقال الرئيس الأوكراني أنه بعد حادثة مضيق كيرتش لم يتم سحب هذه الدبابات بعد، وكان يجب تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاومة في حالة حدوث غزو بري واسع النطاق، وأكد على أن أوكرانيا تقع تحت خطر حرب شاملة مع روسيا. وقد أيد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اقتراح الرئيس بوروشينكو فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث المضيق، ويأتي هذا عقب احتجاز قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسي لثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وهي كارابا بيردناسك ونيكوبول وسفينة القطر ياني كابو في منطقة مضيق كيرتش. وقد أكدت روسيا أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم وبدأت مناورة خطيرة، بدلا من الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن الحركة وبعدما استنفذت القوات الروسية جميع التدابير اللازمة. وقالت روسيا إنها لا تزال تتوقع عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كما هو مخطط له، فيما صرح ترامب أنه قد يلغي اجتماعه مع بوتين في الأرجنتين بعد استيلاء روسيا على السفن الثلاث. الأمر يعتمد على ما الذي يقصده ترامب بالعدوان. إذا كان يشير إلى ما فعله الأوكرانيون فيمكننا التحدث حول الأمر، لكن إذا كان يصف الإجراءات التي اتخذتها قوات الحدود الروسية لمنع هذه السفن من عبور حدود دولتنا بشكل غير قانوني فهذا أمر آخر نختلف معه في ذلك. ووقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قانون الطوارئ الذي أقره البرلمان في أوكرانيا على خلفية التصعيد الأخير مع روسيا، والمفترض أن يطبق لثلاثين يوما في 10 مناطق حدودية وساحلية في البلاد. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه على الولايات المتحدة أن تكف عن تشجيع تحركات الاستفزازية من أوكرانيا، مضيفا أن سفنا حربية أوكرانية تجاهلت القانون البحري عندما حاولت دخول مضيق كيرتش بهدف إحداث فضيحة لأغراض سياسية. أعتقد أنها محاولة واضحة من الولايات المتحدة لتشجيع التحركات الاستفزازية من النظام الأوكراني، والتي أشعرتني بالحزن. وأود أن أقول إلى أوكرانيا كيريت فولكر يجب أن يلعب دور الوسيط بين كييف والأقاليم الأوكرانية التي يسيطر عليها متمردون. أكد الممثل الأمريكي الخاص لمفاوضات أوكرانيا كيرت فولكر
أن واشنطن ترغب في أن يفكر حلفاؤها الأوروبيون في فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وأضاف فولكر خلال مؤتمر صحفي في برلين أن ألمانيا وفرنسا تبحثان فرض تلك العقوبات، لكن يمكن للأمور أن تتغير مع الوقت. وفي وقت سابق أثر عدد من كبار السياسيين الأوروبيين احتمالية فرض عقوبات جديدة على روسيا لمعاقبتها على احتجاز 3 سفن أوكرانية في البحر، وهي واقعة يخشى الغرب أن تشعل صراعا أكبر. قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس اليوم إن وقف الدعم العسكري الأمريكي في اليمن وبعات الأسلحة للشركاء سيكون قرارا يجانبه الصواب. وأضاف ماتس أنه من مصلحة الولايات المتحدة إنهاء الحرب الأهلية والتصدي لنفوذ إيران في اليمن. كانت الولايات المتحدة قد أبلغت مجلس الأمن الدولي أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل ديسمبر القادم. رفضت الحكومة اليمنية ما طرحته ميليشيات الحوثي الانقلابية حول تسليم الإشراف على ميناء الحديدة للأمم المتحدة وتوريد الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء. وأكدت الحكومة أن ما تقوم به الميليشيات هو عبارة عن تضليل الهدف منه إعادة ترتيب أوضاعهم، مشيرة إلى أن الحوثيين على مدار 4 سنوات ينهبون إيرادات الدولة عبر الميناء ويمارسون القرصنة ويهددون الملاحة الدولية ويحبطون المساعدات الإنسانية. من جانبه اعتبر سفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان قبول الميليشيات بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف أممي دلالة واضحة على أن الضغط المتواصل عليهم أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي. أجرى الوفد الروسي المشارك في أستانا حول الأزمة السورية الذي يترأسه الممثل الرئاسي الخاص للتسوية السورية ألكساندر لافرنتييف، أجرى الوفد مشاورات مع وفد الحكومة السورية برئاسة الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. كانت أعمال الجولة 11 من اجتماعات أستانا حول الأزمة السورية قد انعقدت صباح اليوم وتستمر حتى غد الخميس حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية. ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب وإنشاء اللجنة الدستورية السورية. كما يتوقع أن يناقش ممثل روسيا القضايا المحددة مع ممثلين عن تركيا والمعارضة السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دمستورا. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل وفلسطين والأطراف المعنية كافة للوفاء بحل الدولتين على أساس قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ووئام داخل حدود آمنة ومعترف بها. كما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال احتفالية الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حذر من أن القضية الفلسطينية تتعرض لتهديدات غير مسبوقة. انطلقت فعاليات دعم الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقرته الجامعة العامة للأمم المتحدة في 2 ديسمبر عام 1977 بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة عدد من المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية. فإن احتفال هذا العام يأتي في خضم تطورات بالغة الأهمية في مسار القضية الفلسطينية، وعلى رأس ذلك وعلى رأس تلك التطورات تعاظم صمود شعب فلسطين والذي أبرز للعالم أجمع أن فلسطين ستظل عصية على الخضوع لآلة الحرب والتدمير ومخططات الغزاة، وظل وقوف شعبها المناضل في وجه جرائم إسرائيل القوة الغائمة بالاحتلال
لقد سعت الولايات المتحدة عبر العام الماضي لتغيير معالم حل الدولتين وتقويض ثوابته بسحب قضيتي القدس واللاجئين من على الطاولة التفاوض عبر نقل سفارتها للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ثم إيقاف دعمها للأونروا وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين. دعت مصر إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساندته وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. لعل التضامن الشعبي والعالمي الذي نشارك في إحدى فاعلياته اليوم مع القضية الفلسطينية يبعث رسالة جادة للمجتمع الدولي بأهمية بذل مزيد من الجهد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساندته لاستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. تضمنت الفعاليات افتتاح معرض لوحات فنية لمجموعة من الرسامين التشكيليين العرب تعبر عن مكانة القضية الفلسطينية ومدينة القدس لدى الأمة العربية، وكذلك معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة جراء الاحتلال الإسرائيلي. شهدت القضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية تحركات عربية ودولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الأعزل وإعادة الحقوق لأصحابها، لكن تلك التحركات كان بعضها فاعلا والبعض الآخر لم يستطع ردع الكيان الصهيوني. لذا في يوم التضامن يجب على المجتمع العربي والدولي وضع تحركات فاعلة لحل القضية الفلسطينية. من الجامعة العربية، منذر أبو دوح، النيل. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد الفاصل: محكمة بريطانية ترفض طلب أنقرة تسليمها رجل أعمال تركي متهما من جانب بلاده بصلته بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في عام 2016. أخبار المال والأعمال بصحبة زميل مصطفى ميزار بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية المتابعة فيها بعد هذا الفاصل. البنك المركزي المصري يعلن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة اعتبارا من 4 ديسمبر القادم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإلى تفاصيل هذه الوقفة الاقتصادية. أعلن البنك المركزي المصري عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة اعتبارا من يوم عمل 4 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك الانتر بنك. وقد أوضح المركزي أن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال 2 فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق، وقد أدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وقد بلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ نوفمبر 2016 إلى نحو 111 مليار دولار. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تعمل على أكثر من اتجاه ومحور لتحقيق التنمية المستدامة لصالح المواطنين، وأن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الدولة على مدى السنوات الثلاث الماضية تستهدف إحداث تنمية مستدامة لفترات زمنية طويلة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت مكانا واعدا للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الوزير على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة أن كل هذه الأمور تصب في صالح تحقيق التنمية وخلق المشاريع وإيجاد فرص عمل أمام المواطنين. أعرب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات الكورية في أسوان، موضحا أن المحافظة تخطط لإنشاء 3 مناطق استثمارية وحرة واللوجستية في أسوان تضم مختلف الصناعات والمنتجات المحلية، كما تتوافر بالمحافظة شبكة جديدة من الطرق البرية الكبيرة باعتبارها بوابة مصر على إفريقيا وعاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. وقال المحافظ خلال لقائه بسفير جمهورية كوريا الجنوبية في مصر يوان يوتشول والوفد المرافق له، قال إنه سيتم إمداد السفارة الكورية بخريطة المشروعات والفرص الاستثمارية لتسويقها ونشرها بين الشركات الكورية سواء في مجالات الطاقة أو الصناعات التعدينية والمحجرية وكذلك السمكية. دشن عدد من الصيادلة مشروع الصيادلة المصريين لتوحيد الرؤى حول صناعة الدواء المصرية كونها أمن قومي واعتماد خطة قومية لتصدير الدواء للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي للسوق المحلية المصرية. مشروع صاد، صيدلة وصحة وصناعة وتصدير، فكرة دشنها أحد الصيدليين للنهوض بالقطاع وصناعة الدواء في مصر لتصبح على الخريطة العالمية، حيث تقدر استثمارات الدواء في مصر بمئة مليار جنيه. رؤيتنا إن إحنا عايزين خلال 4 سنين من دلوقتي يكون الدواء المصري 90% منه هو أو الدواء في السوق المصري يكون 90% مصنع 100% في مصر، من أول المادة الفعالة الأكتيف إنجريدينت زي ما بنقول لغاية أما ينزل في الصيدليات ويتباع للبيشنت أو المريض. إذا صنعنا المواد الخام الخاصة بالأدوية هنوفر من خلال وقف استيراد هذه المواد من الخارج هنوفر عملة صعبة وهنعيد تصدير هذه المواد الخام في صورة أدوية لجميع بلدان العالم. يسعى القائمون على المشروع إلى توظيف 1 مليون مصري خلال 4 سنوات بشكل مباشر وغير مباشر وجعل الصحة والدواء لأول مرة صناعة منتجة بحيث تضخ لميزانية الدولة ولا تمثل عبئا عليها. صيادلة مصر عاوزين يردوا الجميل بتعاون وثيق مع الدولة وممكن الصيدلة تكون قاطرة فعلا للتنمية. هي كلمة قاطرة للتنمية دي بتقال كتير قوي يمكن فقدت معناها، بس هي فعلا ممكن تكون زي قناة السويس ويمكن أحسن، وعندنا أمثلة كثير جنبنا الأردن عندها 10 مصانع بتصدر قدنا 10 مرات، فأعتقد أن ممكن تكون الصيادلة مخرج من مخارج الحل الاقتصادي. إن أكثر مشكلة بتقابلنا إن إحنا الناس زي ما بتطلب مننا المستورد، فالمهم جدا ان احنا ندعم الدواء المصري، ندعمه ازاي؟ ان الكواليتي بتاع الصنع بتاعه تكون كويس. حزمه من الافكار اللي ممكن لو تنفذ عدد قليل منها تفرق كويس جدا جدا على مستوى رقم واحد المريض المصري، وده اهم واحد عندنا، على مستوى الصيدله المصريه، على مستوى الصحه المصريه بشكل عام. في العالم تطورت الصيدله الى 24 تخصصا بينما في مصر 3 فقط، فارق يمثل عائقا للاقتصاد المصري في ظل اتساع السوق في الشرق الأوسط وأوروبا لهذه التخصصات. رمضان المطعني، النيل. وصلت مؤشرة البورصة المصرية ارتفاع عدد أغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 752 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات لنقل الملكية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا لزميلتي ريهام رجائي للمتابعة في أخبار سياسية بعد الفاصل. شكرا زميل مصطفى ميزار، ونواصل متابعتنا خلال هذه الساعة الإخبارية الشاملة. رفضت محكمة ويستمينستر البريطانية طلب أنقرة تسليمها أكن
أيباك وهو رئيس شركة تركية ملاحق لصلات مفترضة له بمدبري محاولة الانقلاب في تركيا 2016. واعتبر قاضي المحكمة أن قرار الملاحقة التركية دافعه سياسي وأن آكن قد يتعرض لسوء معاملة إذا ما عاد إلى بلاده بسبب آرائه السياسية المفترضة. بدوره وصف وزير العدل التركي عبد الحميد جل القرار بغير المقبول، معتبرا أن طلب التسليم الصادر عن تركيا ملزم بموجب القانون والاتفاقات الدولية. وقع انفجار هائل في العاصمة الأفغانية كابول، حيث سمعت أصوات إطلاق نار فيما بدا أنه هجوم مستمر. وأعلنت الشرطة الأفغانية إصابة 6 أشخاص جراء هجوم منسق بشرق العاصمة، حيث فجر انتحاري نفسه بالعاصمة كابول، بينما قام متمردون بإطلاق عيرة نارية واشتبكوا مع قوات الأمن بالمنطقة. كما أعلنت الشرطة أن قوات الأمن تسيطر على المنطقة وأن الاشتباكات قد توقفت، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. يأتي ذلك بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. قال الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم إنه شكل فريقا تفاوضيا مؤلفا من 12 شخصا من أجل السعي للتوصل إلى اتفاق سلام يشمل حركة طالبان في مجتمع ديمقراطي وشامل يحترم حقوق المرأة. وأضاف غني في كلمة له أمام مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في مدينة جنيف السويسرية أنه تم تشكيل الهيئات والآليات المطلوبة من أجل متابعة اتفاق السلام، مشيرا إلى أنه يتم الآن المضي قدما في المرحلة الثانية من عملية السلام. أغلقت السلطات الأمريكية الحدود بين تيخوانا وسان دييغو في ولاية كاليفورنيا وأوقفوا 42 مهاجرا على الجانب الأمريكي من الحدود مع المكسيك. كانت السلطات قد أطلقت الأحد عبوات الغاز المسيل للدموع ورصاص المطاطي على مهاجرين في المكسيك قرب المعبر الحدودي الذي يفصل مدينة تيخوانا المكسيكية عن سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عندما اخترق بعضهم السياج الحدودي لدخول الولايات المتحدة. وقدمت وزارة الخارجية المكسيكية مذكرة دبلوماسية للحكومة الأمريكية طالبت فيها بإجراء تحقيق كامل فيما وصفته بأنه أسلحة غير فتاكة جرى توجيهها صوب الأراضي المكسيكية. لقي 23 شخصا حتفهم وأصيب 22 آخرون في سلسلة انفجارات وقعت اليوم في شمال الصين خلال تسليم شحنة غاز قابل للاشتعال في مصنع للكيماويات. وذكر مصدر مسؤول في إدارة الإطفاء أن الانفجار وقع خلال تسليم شحنة من غاز الأسيتيلين، ما أدى إلى تتابع الانفجارات في شاحنة كانت تقف إلى جانب الطريق، ولحقت الأضرار 50 سيارة كانت متواجدة في المكان وتم إخماد جميع الحرائق. إلى أخبار الرياضة وزميل محمد عبد الحكم ومتابعة لمختلف الملاعب والمضامير الرياضية بعد الفاصل. نواصل تغطيتنا. تسببت الحرائق التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري في أستراليا في تدمير العديد من المنشآت والعديد من المنازل كذلك، ما أجبر السلطات على إغلاق أكثر من 35 مدرسة وإخلاء آلاف المنازل. ورفعت السلطات الأسترالية خطر الحريق إلى الكارثي وهو أعلى مستوى، وذلك للمرة الأولى بعد اندلاع أكثر من 135 حريقا في الغابات في مختلف أرجاء البلاد. ويقول مراقبون إن الرياح القوية قد أسهمت في انتشار ألسنة لهب بالإضافة إلى الطقس الحار والجاف. وآخر محطات هذه الجولة الإخبارية تذكرة بأبرز أحداثها. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير الهيئة العربية للتصنيع ومشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية. خلال اجتماعه الأسبوعي مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بدر وميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة السادس من أكتوبر. بوتين يتهم الرئيس الأوكراني بافتعال مواجهة بحرية مع روسيا لكسب مؤيدين له، وكييف تدين احتجاز موسكو بحارتها وتصفه بالمخالف للقانون. لتفاصيل أكثر زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. لتم ساعتنا الإخبارية الشاملة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.